وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد السيد حسن علي أحمد رئيس اللجنة الإعلامية لدورة الألعاب المدرسية، أكد أن القطاع الإعلامي في مملكة البحرين ساهم في إبراز أخبار الدورة وإنجاحها. هي دورة الأرقام القياسية بلا منازع، لقد تم عرض طبعا إحصائيات عن النسخ القادمة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمدارس، وتبين القفزة الهائلة التي سجلتها نسخة البحرين 2024 في جميع الأمور وجميع مكونات الدورة ولله الحمد. وإحنا كإعلاميين طبعا هناك يعني وزارة الإعلام سخرت جهودها خلال الإذاعة، من خلال التلفزيون، خلال قنوات التواصل الاجتماعي، من خلال إدارة الأخبار، الصحف المحلية لا ننسى كان لهم دور كبير، الصحف الأربع، الصحف الأجنبية، الحسابات الرسمية للهيئة العامة للرياضة، اللجنة الأولمبية، اللجنة البارالمبية، اتحاد المعاقين، جميع الاتحادات، مركز الاتصال الوطني، جميع جهود الدولة حقيقة سخرت جهودها، وعملنا كأسرة واحدة وكمنظومة واحدة إعلامية، ونجحنا لحد الآن في إبراز هذا الحدث بفضل تكاتف الجميع وتعاون جميع الأجهزة الإعلامية الرسمية والخاصة في الدولة.